مثل الدني بس كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عاشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عاشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عاشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدتني وبتنام بيصير نبض الوقت عنبضك الشامي بيصير مركب حن والعشق مينا القلب مركب حن والعشق مينا ورح كون مينا الحب ترتب الأحلام رح دوزن موتار القلب تا تقدري تنامي طمنيني عنك تقبريني شلون طلع معك كريم بعد الجواز ان شاء الله ابن حلال كتير ابن حلال ومنيح الحمد لله كتر خير الله الحمد لله المهم الله دب محبة رجال ظريف في قلبك يحن عليكي ويهنيكي تعيشي تحت جناحه وتخفي على صدره يلا ان شاء الله بتقضي ايام حلوة انت وياه بمشوار هالدنيا الصعبة الحمد لله تقبريني يا هدى بديك تديري بالك على جوزك والدارية انتي عندك ضرة انتي ما بتعرفي طعم الوحدة بعد الطلاق وان شاء الله ما بتدوقيها وانتي كمان الله يبعث لك ابن الحلال اللي يهنيكي ويسعدك والله ما بعرف شو بدي قلك يا هدى انا خايفة وماني متفائلة من وقت ما اتطلقت اول مرة انا حاسة انه جاي ما منيح وبيخوف وانه هالدنيا ما لها امان شبك سعاد انتي صاير معك شي لا تقبريني بس كل ما بتذكر جوزي وقديش كنت حبه وقديش كنت داريه من نسمة الهوى وهو طلقني لسبب ما ليت فيه بنقهر على حالي سعاد هلأ أنتي جاي تباركي لي ولا تفتقي جروحاتك خلصنا بقى تقبريني بدي اياك تديري بالك على جوزك وعلى حياتك تنبسطي وتتهني بلا ما تعيشي النكد مثلي دخيل قلبك أنا شربي عصير أمري
رجل هال متزوجك عرفي وكتاب شرعي وانت موافقة، أنا شو ساوي؟ ايه مزبوط، خليه على الجواز. طيب يعني انت بتكوني فرحانة كتير إذا كنتي المرة الثانية ولا الثالثة؟ الله يوفقك ساعدني. لك شلون بدي انضرب ساعدك؟ يعني انت ضابط ولا ما تلاقي لك شي طريقة؟ ولك إذا ضابط بوسة يعني؟ ولا بروح بتجوزك؟ لا معنا مصيبة، بيعمل العملة وأنا اللي بدي حلها. الله يوفقك. الله لا يوفقني، نلعن وشي المسخرة. ضابط شو بدها؟ شو بدها يعني؟ بدها ساعدها. شو بدك عشان تطلعيه؟ لك أخي أنت ليش بتضلك هيك تعب أعصابك؟ المسخرة اللي عم نشوفها. يا خلصنا، ريح راسك، شو بدك بالناس؟ إيه ليش حامل هم الناس؟ ينباعوا بالعزا. ليش عم تطلع فيني هيك؟ عم بحكي جد. روحي ساوي قهوة، روحي حركي. كلكم عن أصلاً بعضكم، الوحدة بتعمل لي حالة. خير. خي سامي أنا آسف، ما كان قصدي. كل شيء تمام على رأسي ما سام، كل شيء انتهى. أنا بدي أرجع نام أستاذ السيد. تعزي تعال لك. روح زين. شلونك؟ ما اشتقتي لي؟ بلا كيف لك، كان اشتقت لك. شو هاد؟ كأنه كان في حدا هون. ايه اجت اختي سعاد. ايوه. اسمعي يا بنت الناس، انا رجال بحب اعرف كل كبيره وصغيره بتصير ببيتي، وما بسمح اطلاقا انه المي تمشي من تحتي ومالي دريان. انا صغيره وانا كبيره، اختي واجت، وين المشكله؟ ما بيصير بنوب،
هالمرة رح مرق لك ياها كرمال اني بعدني بحبك، بس المرة الثانية ما بتعرفي شو بيصير. ايه يعني اذا اجوا اهلي فجأة ومو مخبريني ما بفتح لهم الباب؟ الناس المحترمين بيعملوا موعد مسبق، فهمتي؟ ولا مفكرة الدنيا سايبة، مين ما خطر على باله بيروح لعند الثاني؟ افرضي ما كنتي هون. ايه لا تعصب. امرك. ماشي. تعالي. عاوز. الاسم حنان، العمر 28 سنة. أنا مو حنان، أنت كتير غلطانة. غلطانة؟ طيب شو بتحبي إني ناديلك؟ أو بالأحرى مين أنت؟ أنا الغريب. الغريب؟ هذا اسمك؟ ليش أنا هون؟ أنا عندي بحث وعم أطلع على عدة حالات، وأنت واحدة منهم. لا، ليش أنا مو أنت؟ وين ما فهمت؟ مع هدول العالم طبيعي واحدة مثلك تكون هون. أنت تهمتك تجارة حشيش ومخدرات ودعارة. هذا الشيء مو صح، أنا ما عملت شيء. الكلام اللي مكتوب عندك واللي أنت بتعرفيه كله كذب. بس هون مو كل شيء مكتوب بالورق هو الصح. شو الصح اللي عندك؟ ما حدا رح يقدر يعرف الصح. شو أعمل أنا هلأ؟ شو بدي أحكي لأهلي؟ لازم أفضحهم، لازم. إذا فضحتهم فضحت حالي. يا ربي شو أعمل يا ربي؟ يعطيكم العافية. أهلا المعلمة. هلا شو الأخبار؟ الحمد لله بخير. بدي إياها تضو دوي. ها يلا همي. نظفتها من جوا؟ أكيد؟ لا تبهدلونا مع الزباين. ألو أهلين فداؤه. أهلين حبيبتي. حبيبي اللي بدك يطبخي ما عندي مشكلة. لا لا متأخر شوي بخلص بحاكيكي. يلا باي. شو هالحكي هاد؟ لسه كل شوي والتانية ما بقدر سافر وبقدر سافر، هلأ جاي تخبريني إنه ما فيك تسافري؟ والله يا مدام ما اقتنعوا أهلي، شو بعمل؟ أيوة والله أنا ما بعرف شو بدي قلك. يعني أنا كتير متضايقة منك لما، خاصة إنه أنتي كنتي بالأخير كتير مميزة، ما بصير هيك. والله يا مدام ما قبله بكل الأحوال. أنا بعتذر، هاي المصاري يا أختي لسه مو قصة مصاري أبداً، مو قصة مصاري. خلاص اتركي لي الموضوع كمان، أنا بحب. أوكي بالإذن. والأهم من هدول كلياتهم هاي اللوحة. لو بتعرفي لوين رحت لحتى اشتريتها لآخر الدنيا. بتعرفي قديش كلفتني من 15 سنة؟ قديش؟ 500,000 دولار. اوه مبلغ كبير والله. طبعا لأنه هي أصلية مو نسخ. وهي البازة شو وضعها؟ غالية كتير مو هي؟ طبعاً.
حبيبتك؟ اوكي يا حبيب لك انتوا هون كلياتكم حبيبات. مرحبا معلم. سيد سامر موجود؟ موجود. مدينه لو سمحت. معمل كبير والله. بس انا ما بعرف اشتغل كثير. اخي اهلا وسهلا. تحياتي. يا اهلا وسهلا سيد سامر. ايوه انا نمر من طرف ايهام. اهلا وسهلا فيكم ايهام. اهلا وسهلا. وهي ليلى بنت خالتي. يا هلا. اهلا شرفتينا. اهلا وسهلا. حكى معي ايهام مشانك بس شو شغله حضرتك من قبل؟ ولا شيء بصراحه بس دراسه. هي اول مره تشتغل فيها، اتمنى انك تدير بالك عليها كثير. ولو انت من طرف ايهم وايهم بيمون على الرقبه. تسلم الله يخليك. انت رح تكوني معاونتي على المصدر. وهي المهنه منيحه؟ ممتازه بس على ما اظن انت ما كثير يعني بيعني لك الشغل لانه انت بس بدك طالعي مصروفك تكملي دراسه وتتخرجي، ما هيك؟ اي صح. ممتاز. مبدئيا رح يكون راتبنا 8000. شو؟ خلص خلص موافقه. اتكلنا على الله، رح نبلش شغل من اليوم. من اليوم ان شاء الله. نشرب قهوة واجب الضيافة مع السيد نمر ونبلش الشغل. لا يسلموا كتير، مرة ثانية نشتغل فنجان قهوة بس تخلصي حكيني فوري. سلام. شكرا سيد سامر. أهلا وسهلا. هلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أنسي ولا مدام. قلت لك طالبة جامعة، شو بكون يعني؟ شو بك اللي عصبتي؟ عم نهز الورد مشان تشم ريحته. تفضلي لنبلش الشغل اليوم. تمام ماشي الحال. طمنيني شو صار معي؟ كل شيء تمام بس ما كان في غير ندى. صورتي كل شيء مثل ما قلت لك؟ بكره في لقاء؟ فيني اشوفك المساء؟ انا جاهزه امتى ما بدكم، المهم هالكلاب يفوتوا على السجن. ويا ريت تعدمون بكون احسن الإذن. يا أهلين وسهلين بأخي وجميل، يا خلت علينا البركات. أهلين أخي أبو محمود. أي أحلى كاسة مليسي. لا أخي وجميل شرف. يسلم إيديك. شو وينه وائل؟ والله وائل نزل على السوق ان شاء الله الضاعه. لازم ينزل لانه مشان نشغل مصرياتنا ونستفيد. لك لازم نشغل مصرينا، لازم نقبع وش الدنيا، حاجتنا شقه وتعتيره بجميل. اخي ابو محمود بلا ما نوديه يعني قديش عم تطالع بالبيعه؟ 5000 ورقه. بصراحه يا ابو جميل كنت حابب فوت بالشروه لحالي، فشفتك وقفت معي ولقيتها كبيره كثير، فقلت ليش حتى فوت لحالي؟ خلي حبيبك ورفيق امرك ابو جميل يفوت معك. قال يفوت لحاله. قال والله كنت بزعل منها. أعوذ بالله يا أبو جميل، كل شيء اللي زعلك فضلك برقبتي ليوم الدين. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أهلين عمي وائل. عجزك تعبت كثير اليوم. تعبت كثير لسه هب. أنا وأبوك اللي تعبنا بحياتنا. السلام عليكم. ما بدي أعطلكم. عظيم جميل ماشي مثل المليسة. ما بحبها مليسة. ما في شيء يا نمر. شو مصورة هاي؟ ليك ليك مصورة المكان بس. احنا شو بدنا بالمكان؟ احنا بدنا الوجوه اللي عم تفوت على المكان. معك حق بس لما حاولت تجرب هيك كيف تتعامل مع هاي الحالة. طيب بدك تخلي لما تدلل كتير عليهم بالبداية. ما بظن ندى ترضى حدا يتدلل عليها. انت شو خسرة؟ جرب. بالنهاية ندى شو بدها؟ بنات حلوين وجنات. عم تفهم علي مو؟ عم بفهم. بدك شي؟ شو عالبيت؟ عالبيت. الله معك.
فعلا اخترت قطعة كتير مزوقة. أهلا وسهلا فيك. تفضل. معوضين. سلام. شكرا. هلا هلا. الله معك. لا ما بدي افهم هذا مختار شو عم يساوي للناس. والله يا معلم ما حدا عم يعرف شو عم بيساوي. أنا شو بتأمرني ساوي؟ شو بيطلع بيدك زقزوق؟ شو بيطلع بيدك تساوي؟ معلم أنا قلت لك من زمان خلينا نسحب خالد لعنا. يسحبك إن شاء الله عزرائيل من الحياة الممات. شو بدي ساوي خالد عنا؟ الورشة سكرناها وعم نشتغل بالجاهز، ولا يكون بدك ياني أصور جنبه صورة؟ والله يا معلم معك حق. معلم شو رأيك هلأ نساوي دورة قهوة ونجيب نص كيلو هريسي ونتكتك أفكار على جنب؟ لا بالك التكتك؟ تكتك من خلقتي، تكتك! تقول سحر؟ فعلا سحر يا معلم. عينك تشوف شغله، عامل رسمة موزاييك، شي بيطير ضبنات العقل. ولك حيوان؟ شو حكيت؟ روح من خلقتي، روح روح. احكي شو القصة هاشم؟ هلأ ما عاد على لسانك غير سيرة هاشم. شكله رح يوقع. كتير منيح يوقع. ايه بس القصة بدها دفشة، بدك تساعديني. تكرم عيونك، إذا فيني لعيونك. هاشم عميل في على وحدة. بالله على أساس جبتيلي خبر بمليون دولار. كارول هاشم بحياته ما عرف مرة. ايه لا ما بصدق هالحكي. أنا بأكد لك. وافترضنا القصة بتعني لنا كتير، إذا عرفنا نلعبها هاشم حيصير أوكي. صوروا هذا اللي أنا بدي أعمله، بس بدي سميرة. سميرة وهون. سميرة؟ آه هي اسمها سميرة؟ سميرة. وليش بدك تجيبيها لهون؟ عشان أضمن وحدة تساوي اللي بدي إياه. خلاص جلال بيجيبها. ايه بس انا على هو ما فهمت هاي المخلوقه ابدا ما لها سهلها. والمطلوب؟ قلت لك المطلوب انه تعمل اللي براسي انا. طيب ضروري تجي لهون. بدي اضمن انه ما يصير اي غلط، هاي فرصتنا لحتى نوقع هاشم. ايه بس اذا جبناها لهون وشافت هالفيلا واهتمامك بالموضوع ما زياده. عشان هيك بدي مساعدتك بالمصاري اولا بالتخويف ثانيا. طيب خلص جيبي. اوكي من الواضح انك مزاجي. ابدا لا يا سيدي، مزاجي وكتير مثل ما بدك ومتقلب كمان بالرغم من الهدوء الفظيع اللي يبدو عليك. ما بعرف يمكن من شغلك أو من الشيء اللي عم تشوفه عندك. ممكن بس هدول مو كل النسوان. معك حق. فينا نغير هذا الموضوع؟ أوكي نغير الموضوع. شو الموضوع اللي حابب نحكي فيه؟ عن فوائد ذبابة الفاكهة مثلا. هاشم حاج بقى، حاج تهرب، حاج تتخبى ورا اصبعتك. بعدين من مين عم تهرب؟ المره موجوده موجوده، حبيتها ما حبيتها هي موجوده. طلع من اللي انت غرقان فيه. صحصح هاشم، في قبل ما تصير حالتك مرضيه ومستعصي. انا من اول يوم شفتك فيه عرفت اني رح احبك. واللي بيحب هيك بيتصرف مع حبيبته؟ لازم ابعث لك رسالة بالأول يعني؟ لا طبعا أكيد مو هيك، بس لازم تحكي لي. إيه تحكي لي، لازم تبوح مشان أقدر أفهمك. Thank you.
تعبان كتير كتير يا هلا. وأنا بعرف. أحسن من هيك. كل يوم عم يتم عندي. يلا روحي. إجا جوزي. باي. أهلين حبيبي. شو جاي بكير اليوم؟ مع مين كنتي عم تحكي؟ مع أختي حبيبي. مبارحة حكيتي معها؟ إيه شو يعني؟ كل يوم بحكي معها. شبك حبيبي؟ ليش هيك معصب؟ من مبارح أنت مو على بعضك. ما في شيء. كيف ما في شيء؟ متضايق ومعصب وزعلان كمان. احكي حبيبي، مو انا صفصاف. عمل لك ما في شيء. قومي. قومي حطي لي اللي ما اكله قومي. مرحبا يا قمر. مية. كيفك يا عصفورة؟ أهلين يا نسر. سمر مار. لا سمعنا خبرية إنه صحيح هاشم عم بيجي لهون. يعني يمكن يكون عم يجي ويمكن يكون ما عم يجي. حسب بقى أنت شو عندك؟ نيل ويسكي. شرفي. يا علي ان شاء الله انت مساوي القهوه؟ ليش ما ناديت لي؟ ولا يهمك حبيبتي، قلت لحالي بدي خلي هدهد الحلوه تشرب فنجان قهوه من بين ايدي. تفضلي حبيبتي. يسلم ايديك يا رب. وايديكي، خلي لي اياكي. يا هدهد، امتى هيك رب العالمين بده يرزقنا بشي ولد؟ يلا قول يا رب. يا رب. صحي ما قلتي لي كم ولد بتحبي يكون عنا؟ هلا يلي بعتوا رب العالمين يا محلى، بس انا من طول عمري بحلم يكون عندي بنتين وصبي. ان شاء الله ان شاء الله. بس يا حبيبتي، اذا الله اكرمنا وطعمنا بنتين وولد، من وين بدنا ندبر مصاريفهم حتى يكبروا ويتعلموا؟ الله كريم ولو ونعم بالله. يعني انا رايي إذا بتشوفي شو إليك بزمة أخوكي مختار، هيك بكون مطمن عليكي وعلولا. شو مناسبة هيصير هلا؟ يا حبيبتي مو قصدي، بس أنا عم ذكرك إنه إليك حق عند أهلك ولازم تطالبي فيه، وربنا سبحانه وتعالى بيوقف جنبك حتى تحصلي عليه، لأنه حقك بشرع الله. شو وصفنا هاي؟ تعا اشرب شاي تعا. هكا جيبين على الشط لهون لو. على الشط. حبيبي اليوم لما كنت عم تعانق لمعلم مختار هيك ما بعرف ليش حسيت كأنه أبوك. لك سكوت يا زلمة، والله من يوم ما قلت لي إنه هي ماسة بنته للمعلم مختار
تذكرت شي 1,500,000 شغلة فاتوا ببعضي. تذكرت أول يوم في جيت عالشام، وقتها هلا بتذكر أمي كيف لحقتني على باب الدار وهي تقول لي يا مو لك الشام مو لنا، الشام لأهلها. وأنا قل لها إيه يا مو إيش، وأنا جاي من سكوتلندا يعني أنا ابن الشام كمان. بتذكر بي كيف كان واقف ورا وفي غصة بعيونه وكلام عم يحكي ما كنت تفهمه. بتذكر أول ما وصل الهوب هوب على أول طريق الشام عند حرستها وشركات السيارات، شفت سيارات عمد عينك والنظر أول مرة بشوفها بحياتي. بس هون حسيت حالي أكلت صواب وأكلت مقلب بحالي، بس ما كنت عرفان شو هو. وتذكرت لما جابني مختار وعلمني الصنعة كمان. قديش كان عمرك لما أجيت هالشام؟ كان عمري 18 سنة. جيت ماني عرفان لوين بدي روح، تركت جرياتي هن اللي مشوني. فجأة ما لقيت حالي غير على الرصيف جنب هالورشة تبعنا وسيارات خشب طالعة وفايتة. وكنت جوعان شو جوع، ولك رح عوي من الجوع وحطوا لك هالعتالة أكل وبلشوا ياكلوا. قام شافني المعلم مختار، سحبني من إيدي فوتني لجوا وخلاني آكل. وين كنت تنام؟ طولي بالك شوي، أنت ليش بتخطف الكباية من راس المعلم؟ إجا وقت المعلم مختار سألني وين بيتك؟ سكتت وتذكرت القصة اللي كانت بعيون بي والكلام اللي كان يقول لي إياه كلياته فهمته. بس الفرق بيني وبينه إنه هو كان كابت البكوة أنا بكيت. مسكني من إيدي فوتني على الورشة وبلش يعلمني الشغل. عرفت هلا شو صار فيني لما قلت لي إنه هي ما سبنته للمعلم مختار. قوم خلصني خلينا ننام، عنا شغل من الصبح. قوم دفس يلا. ومشربنا شاي ها؟ ليش ما اشرب الشاي؟ هيك ما بدي يلا فوتنا. يا عصفورة النهرين تأخرتي كثير لك يا عصفورة وصيادك طار ما فينا نرجعه؟ بالحياة في صيدة في صياد. اليوم أنا صيادك. صليك للتجمع. يعطيك العافية يا دود. الله يعافيك. أنا ماشي، عاوزة شي؟ بدي أطلب منك طلب. معلش اليوم روح بيت أهلي. شو علي؟ روحي. بس دي نام عندهم. خلص نامي. بس هيك رح أشتاق لك كثير. إيه وأنا رح أشتاق لك كثير. لكن تعالي عاوزك. خلاص يا اخي وقف هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلم بالمعلم. معلم كنت عم تقول انه خلي عمر ينزل على المحل يفتحه، يعني عم نلحق شغلنا المحل. يعني انتم ما بكون يا العمار؟ نعم معلم. من هلا ورايح خالد وزيد معلمينك. نعم؟ ايه معلمينك، لا تطلع هيك، نكون معنا قد المقام يعني. اسمع انت وياه، غير المعلم مختار ما حدا معلمي، عم تفهموا؟ طالما انا معلمك معناتها ابو الشاف على المحل، يلا درمي. شو معلم؟ مثل ما سمعت. حاضر. شرف معلم. اجت العروس يا مو. اهلين هدى. السلام عليكم. اهلين وعليك السلام، تقبريني. اشتقت لك كثير. وانا مشتاقت لك كثير. الله يرضى عليك. كيفك انت؟ مشتاقت له للمحقق كونان، البيت ما حلو بدونه. شو طمنينا شلون لقيتي جواز؟ حلو كثير. بس والله كثير ملتهية بالضيافه والضيوف. العروس الجديد ما بده يجيك الضيوف يعني؟ شو طمنينا اجاكي نقط منيح؟ ايه نقط كثير، لا تخافي علي.
ايه بس انتبهي لازم ترديهم هدول. ايه طبعا ديني وفى لانه شو تشرب العروس؟ قهوة وسط نشربها بأوضتنا ها؟ يلا قلت لك وانا اشتقت لك كثير يا امو طمنيني عني ليش رجعتي لحتى تشوفيني مرة تانية؟ لحتى أعرف الصح اللي مو مكتوب بالورق قدي بتعرفي تسبحي؟ ما فهمت عليك شو بتقصدي بالسباحة؟ انسي قدي أنت عندك القوة لحتى تسأليني بكل حرية وأنا لأني ضعيفة بكل بساطة لازم جاوبك لا مو بهالبساطة وأنا مو مثل ما أنك شايفتيني أنا جاي أسمعك لساعدك ما بدي تساعديني ولا بدي تسمعيني وإذا فعلا بدك تساعديني ساعديني عن جد لقدرنا كيف؟ المرة الجاية بس تجي لهون جيبي لي معك حبوب منومة ما عم بقدرنا والله وصار لأمس بيت بيت وصارت تجينا زيارة اشتقت لكم كتير والله ونحن اشتقنا لك يعني حاسة هيك بغربة بدونك ما في حدا عم ينق علي ولا يراقبني لحالي بلكي بركب عين ساحرة يا عليك إن شاء الله طمنيني عنك شو أخبار الجواز معي؟ والله ما بعرف بصراحة شو خير خوفتيني شو صاير معك؟ والله كرهت حالي ليلي نهار تعبقني هلأ هيك اللي جواز يخرب بيت قلبك فكرت صاير معك شي هيك طمنتيني على صهري ها هطقك الله بيعطي الفول للي ما له سنان بس ما بصير يا لما انتي وعدتينا شوفي مدام انا صحيح وعدتك بس بتراجع عن قراري انا ما فيني زعل اهلي مدام انا من عيلة محافظة اذا بالشام بقدر اشتغل بس غير الشام ما رح اقدر يا الله يا لما شو عم تصعب الموضوع بس حبيبتي برا فيكي تعملي شغل حلو كتير هدول مليون ونص وفيني اعمل لك اياهم مليونين مدام انتي ليش مصرة كتير علي؟ انتي لازم تاخدي فرصتك لما انتي حدا كتير مميز تقدري تعملي شغل حلو كتير صدقيني يا مدام ما رح اقدر بعتذر اوكي بحكي معك بالاذن اذنك معي انا بعرف كيف بجيبك خلص حبيبي روق الله يجعلها من اكبر المصايب طيب خلص لا تزعل بكره بشتري لك احلى فازه اه استفل على راحتك اللي بيزعل بيرضى لحاله شو يا حلوة؟ كيف لقيتي الشغل؟ الحمد لله مريح ايه الحمد لله كتير منيح ما قلتي لي بتحبي السهر؟ لما يكون عندي دراسة بس وإذا ما عندك دراسة ما بتسهري؟ لا معقولة؟ طيب وإذا عزمتك على فنجان قهوة؟ ما فيني لأنه عندي دراسة يعني كلها ساعة أو ساعتين ما رح تأثر على دراستك عم اقول لك عندي دراسة طيب هلا انا رح طالعك من جو الدراسة نطلع مع بعض بنشرب فنجان قهوة وبنتسلى بعدين رح تطلعي معي انا سامر
لك لا تخليني اتضايق لانه انا ما بالعاده حدا بيقول لي لا. والله ما انك متعود حدا يقول لك لا نهائيا. هلا صارت الساعه 7 وانا عندي شغل اضافي كتير. انا رح شغلك معي اضافي. طلعتك معي هي اضافي بتاخدي مصاري وبتشتري اواعي جديده بدل هالاواعي. ايه شكرا كتير لك بطلت. ايه تعي لهون. انا صرفت كل العمال مشان تقولي لي بطلت. بعد عني يا حيوان. الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي. انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعشق ميناء القلب مركب حن والعشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام رح دوزن وطار القلب تا تقدر تنام.